قرية القسطل المهجرة، قرية احتلت ودمرت بعد رفض الجامعة العربية مساندة أهلها. تقع غرب القدس المحتلة على بعد 8 كيلومترات، مساحتها 1446 دنم، وكانت معظم أراضيها زراعية بشجر الزيتون والخضار والحبوب. سميت بالقسطل وهي تعني القلعة، نسبة إلى القلعة الصليبية التي شيدت داخل القرية ببقعة عالية مكشوفة، كما بني بداخلها حصن وخندق متين للحماية والدفاع، ما جعلها مكانا مهما وحساسا، إضافة لموقعها الجغرافي على الطريق العام بين القدس ويافا، لتكون بمقدمة القرى الفلسطينية المهجرة على يد العصابات الصهيونية. قدر عدد سكانها عام 1945 ب90 نسمة، هجروا جميعهم واستشهد بعضهم خلال حرب تهجير النكبة، حيث وقع بالقرية معركة القسطل، وهي معركة فاصلة في التاريخ الفلسطيني، استشهد فيها القائد الفلسطيني عبد القادر الحسيني. في مطلع شهر نيسان عام 1948 شنت العصابات الصهيونية حملة لتهجير سكان القرى الفلسطينية الواقعة على طريق القدس، فاحتلت قلعة وحصن القسطل في 3 نيسان. دافع المقاومون الفلسطينيون عن القسطل، ولجأ القائد الفلسطيني عبد القادر الحسيني إلى جامعة الدول العربية وطلب السلاح والمساعدة، ولكنهم رفضوا، فكتب لهم: إنني ذاهب إلى القسطل وسأقتحمها وسأحتلها ولو أدى ذلك إلى موتي، والله لقد سئمت الحياة وأصبح الموت أحب إلي من نفسي من هذه المعاملة التي تعاملنا بها الجامعة، إنني أصبحت أتمنى الموت قبل أن أرى اليهود يحتلون فلسطين، إن رجال الجامعة والقيادة يخونون فلسطين. فجمع 50 رجلا فقط وحاصروا القلعة لمحاولة استردادها، فبدأت المعركة في 8 نيسان. شارك فيها نساء وفتية بنقل الأسلحة والذخائر، وعند غروب الشمس هربت العصابات الصهيونية، وانتهت المعركة بتحرير القسطل واستشهاد عبد القادر الحسيني. طلت البارود والسبع مطل، يا بوز البارود من دمه مبتل، طلت البارود والسبع مجاش، يا بوز البارود من دمه مبتل. لاحقا قامت العصابات الصهيونية باحتلال القلعة بصعوبة حسب اعترافهم، فسقطت القسطل ولم تكن ستسقط لولا نفاذ ذخيرة المقاومة ووقف مساعدات الجامعة العربية، فاحتلت القرية ودمرت منازلها ومسجدها. وفي عام 1951 أنشئ على أراضيها مستوطنة معوزة سيون، وفي وقت لاحق ضمت إلى مستوطنة مفيسيرة يورشلايم التي أسست في سنة 1956 على أراضي قالونيا، لتشكلا معا ما يسمى بضاحية القدس المعروفة باسم مفيسيرة سيون. لا تسلع سلامات روحه فوق راحتي، بدلته همومه كفنا من وساداتي، صامت لو تكلم لفظ النار وارتمى، قل لمن عاب صمته خلق الحزم أبكمه.